البت دي احنا لازم نوصل لها باي شكل ونحاول نراضيها باي تمن. بس يعني لو مؤاخذة احنا هنوصل لعاطف ازاي؟ ازاي؟ واكيد احب ما عليها وقتي حماية الحكومة ليها. وقتي؟ طب انا عندي فكرة يا ريس. انت بالذات تخرس خالص. اسمعني يا ريس انا ساكت بقى. تخرس خالص. مش كفاية كنت هتودينا في داهية؟ الحل عندي يا ريس. قول يا مراه. احنا نبعت البت مراتي ليها تقول لها كل اللي انت عايزه. وخلي بالك البت دي دلوقتي مقطورة. يعني اذا كانت خايفة من الحكومة قرات هتخاف منك فدان. تمام يا مراه. اعمل كده على طول.